مرحبا، معكم توني، واليوم راح نشوف سوا كيف نعمل زون فوكسينج. عادة بنسمع كتير انه الفيلم فوتوغرافي بتبطئك، وهذا الشيء كل العالم بعيدوه المكان، بمعنى الكاميرا is fully manual وبدك تاخد وقتك تتفكر بالإكسبوشر تبعولك وتحط الشاتر سبيد والأبرتشر وكل هالتفاصيل، وبالأخص أكتر شيء وقت ما تاخد الصورة هو الفوكس. مثل ما بنعرف كل هالكاميرات القديمة الفيلم كاميراز أو الأكترية في منهم أوتوميتد أو في منهم أوتو فوكس، بس الأكترية الساحة منهم مانيوال فوكس. نعرف كتير انه اول ستريت فوتوغرافرز اللي كانوا يصوروا على الطرقات من زمان كانوا يستعملوا فيلم فوتوغرافي، واللي كانوا يروحوا على الحروب ويصوروا انت فيلم كانوا كله يستعمل فيلم فوتو فيلم كاميراز، وكلهم كان عندهم مانيول. هلا بتقول كيف كان سريع يقدر يلحق يصور الاكشن هي وعم تصير قدامه وما معه وقت تو فوكس؟ اليوم رح نجرب to bust this myth، ورح فرجيكم كيف فيلم كاميرا بال 1950 أو 40 فيها تكون أسرع من كاميرا بال 2021. رح تقلي مش معقول، رح قلك اسمعني. في شيء اسمه zone focusing، والzone focusing هو بالمبدأ يعني بتعمل focus based على depth معين. كيف بيشتغل هذا الشيء؟ بطبيعة الحال هاي الكاميرا it's a range finder، خلينا نحكي فيها range finder هون وفيها view finder. وقت انت تطلع فيه بتشوف small window بقلب الويندو الكبيرة، وفي صورتين بدك تجمعهم هيك بيكونوا حد بعض، هن لهالشكل بيكونوا زايحين هيك عن بعض، انت بدك تقربهم to kind of ماتش مع بعض، يركبوا مع بعض. بس يركبوا هالصورتين على بعض بتكون صورتك صارت ان فوكس. هلا هذا الشيء بياخد وقت، اذا كل ما عم تصور او اذا عم تصور ستريت فوتوغرافي بالاخص او اكشن سبورتس او شو ما كان، صعب كتير تقدر تلحق واحد فوكس، خاصة اذا عم يتحرك، واذا عم يتحرك ان دبت يعني لقدام او لورا مش يمين او شمال. سو هذا الشيء ممكن يكون مستحيل تقدر تلقطه، بدك تمشي معه وهو عم يتحرك تبرم، صعب كتير. كيف كانوا يعملوا ستريت فوتوغرافرز وغير فوتوغرافرز كيف كانوا يعملوا هالشي؟ بيستعملوا شيء اسمه زون فوكس. خلينا نطلع على الكاميرا ونشوف وين الزون فوكس وكيف فينا نقرأ. اذا بتطلع هون مثل ما شايفين هون في ارقام هول اللي تحت. هلا اول شيء عندك اللي فوق الارقام اللي هن هون الابرتشر على مانيوال لانس، وعندك هيدا هو الفوكس، وفي تحت هول الارقام بالكعب. هول الارقام بالكعب شو هن؟ عاده ببلشوا اذا اللانس تبعولك من الاف الابرتشر تبعولك من 22 let's say لل 2 f2 لل f22 بهالحاله هيدا جوبيتر 8، بيكون عندك خط بالنص وبيرجع على يمينه من 2 لل 22 وعلى شماله امرر من 2 لل 22. هيدي هي السر تبعها. هلا رح فرجيكم على الورقه وقلم هيدا التشارت، رح ارسم لكم اياه ورح فرجيكم اكزاكتلي كيف تحسبوه ولا هي من هيك. المبدا من الفكره هو تنعرف شغله انه هيدي اللانس كل ما يكون الابرتشر كبير، يعني مثل هلأ على الـ F2 بتشوفوا انه اللانس كلها فاتحة من جوا، كل ما تصغر اللانس بتشوفوا انه عم بيسكر الـ Aperture، بيصير الـ هول قدح فيها اصغر، وهذا الشيء بيأثر على Depth of Field. يعني كل ما يكون الـ Aperture اكبر، كل ما يكون الـ Aperture اكبر كل ما يكون الـ Depth يعني الصورة تبعك السكشن اللي بتجي ان فوكس بتكون اصغر. يعني مثل ما عم تطلعوا فيي انا هلا الفوكس علي الباك جراوند تبعولي از اوت اوف فوكس،
اذا انا هلا let's say حاطت انا f1.8 اذا انا بحط f16 رح تشوفوني انا ورح تشوفوا الباك جراوند كريستال كلير وان فوكس كله. هذا هو المبدا تبع الفوكسينج. الفكره منها انه كل ما تكبر الابرتشر تبعولك كل ما اقل قصص رح تكون ان فوكس، كل ما تصغر الابرتشر تبعولك كل ما قصص اكثر رح تكون بالفوكس. يعني اذا انا عم صور على الطريق اذا حطيت f1.4 رح يكون عندي زيح هيك perpendicular لإلي هو in focus، وإذا أنا رح حط f16 أو f22 في كتير قصص رح تكون in focus، مش رح أضطر أعمل كتير focusing. خلينا نروح على top view ونلقي نظرة مفصلة عليها. هيدي هي الورقة اللي رح أحكيكم عنها اليوم. المبدأ هو اللي حطيته بالكعب هن الـ apertures، يعني إذا بتطلعوا باللنس عندكم هيدا الخط اللي تحت تحت السكيل المسافة، في عندكم بالأخضر مثلا بهالحالة الديستنس، عندكم بالمتر متر، متر وعشرين، متر وخمسين، ثلاثة متر، خمسة، سبعة للإنفينيت. تحته هو هيدا السكيل تبع الزون فوكسينج، هيدا بالمبدأ اللي رسمناه هون. هاللنس هي بتبلش من F2 للF22، سو عندك من الـ 2, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 هول اللي هن الاف ستوبس، وعندكم ياهم ميرورينج من ميل ومن تاني ميل، وبالنص في زيها احمر. هو هذا الشيء تقريبا اللي عنا ياهم. سو عندك هذا النص ما حطيت 2 لانه مش كتير محبب وهلا بقول نحكي ليه. عندك F4, F8 اكيد هون في F11, 16, 22 حتى في منهم بيكونوا ل 32. سو هيدا بالمبدا اللي عنا ياه هو الابرتشر تبعنا سيلكشن. فوق هيدا الابرتشر سيلكشن شو بيجي؟ بيجي عنا الديستنس. خلينا نعتبرها على الشكل الديستنس. هلا هيدي مش رح تقولي لي توتالي اكوريت مثل ما بتنقاس هون، بس انتو بالحقيقه رح تكونوا عم تطلعوا هول الارقام، بس هي الطريقه بشوي بتكون اوضح تتقدوا تقشعوها بوضوح. الفكره انه هول الديستنس عندك من المتر ل مترين، ثلاثة، أربعة، سبعة، عشرة، عشرين، انفينيت. هول هن المسافات. كيف بيشتغل هالشي؟ إذا أنا هيدي مثل المتل لانس، خلينا نقول حاطت F4 aperture وحطيت مثلا فوكس تبعولي على اللي هو هيدا الفوكس تبعولي على العشر امتار. إذا أنا حاطت aperture على اللانس F4 رح يكون عندي من هون لهون in focus، يعني بهالحالة بالنص هون بين السبعة والعشرة خلينا تقول 8 امتار، وهون بين العشرة 15، يعني من 8 امتار للخمستاشر متر رح يكون in focus. وكل ما بكبر الابرتشر تحت تبعولي، يعني هون اذا حاطت F4، اذا حطيت F8 اللي بيصير انه الفوق الزون الان فوكس بدل ما تكون هالقد بتكبر، بتصير من هون لهون. يعني انا وعامل فوكس على 10 امتار عندي تقريبا من ال 5 امتار ل خلينا نقول هون 30 متر ان فوكس. وهذا السيستم اذا انا جيت برمتها وعملت فوكس خلينا نقول على 3 امتار، إذا حاطت هاي 3 امتار، إذا حاطت F4 رح يكون عندي تقريبا من مترين ونص لثلاث امتار ونص، متر واحد انفوكس. إذا حاطت F8 رح يكون عندي تقريبا من متر وثلاثين للخمس امتار، صار عندي تقريبا 4 امتار انفوكس. سو المسافة اللي عم تشوفها انفوكس بتكبر وبتصغر. هيدا الشيء اهين اذا بتطلعوا فيه، بعرف كل الكاميرايات بتطلعوا فيهم هيك لانه من فوق، لانه اللنس بتشوفها على هالشكل، بينما اذا بتبرم على اللنس هيك بتصير الامور اوضح لك. ورح فرجيكم شو قصدي بهاي. اذا برمناها على هالشكل بتصير الامور شوي اهين تتفهم، to visualize المسافة. يعني
صار الدبث هيك يعني متر مترين ثلاثة أربعة خمسة ستة عشرة انفينيت صار هيك بعيد عنك بعيد عنك لقدام بدل ما يكون عن جنب. سو بمعنى تفهم الريليشن بين الابرتشر والمسافة الدبث وقدي بعيد الدبث عنك. بمعنى يعني exactly مثل ما بتشوفهم بالحقيقة هال F4 إذا أنت عم تتطلع هالسكشن من هون لهون راح تكون in focus. كل شيء وراها كل شيء ورا الF4 وكل شيء قبل الF4 راح يكون out of focus. إذا حاطت أنت خلينا نقول الF4 حاطت 3 سي على 7 أمتار كل شيء من الخمس أمتار لل 8 أمتار من هون لهون من هون لهون كله in focus. كل شيء من بعده كل شيء قبله رح يكون out of focus. هاي الطريقة المضبوطة كيف بيشتغل كيف يكون concept of depth of field. سو هاي إذا تفكرتوا فيها هيك شي مرة بتهون الأمور. إذا أنا جيت حطيت خلينا نقول F16 وحطيت الـ infinite على الـ F16 برجع لهون للـ F16 كل شيء صار عندي من 3 أمتار للـ infinite على الـ F16 كله in focus. يعني في يصور شو ما كان ويطلع من فوكس as long as مش اقرب من 3 امتار علي. كل شيء من 3 امتار ولا الانفيني كله رح يكون ان فوكس. هذا هو السيستم. هلا رح فرجيكم شويه مور اكزامبلز اكتشوالز رح ناخذ بس فيجولي تتشوفوا كيف رح ارجع بلش. هو المحبب عاده بالزون فوكس تكون عم بتصور بابرتشر عاليه. يعني مثلا خلينا نقول هيدا الاف 16 تتكون اوضح العمليه. اف 16 يعني كل شيء من هون لهون من السبين 2 ال 16 راح يكون ان فوكس. تطلعوا على السكيل فوق هيدا سكيل فوق. اذا حطيت الانفينيت هون مثل ما هلا شرحت لكم قبل شوي حطيت الانفينيت على 16 سو كل شيء من 3 امتار للانفينيت راح يكون ان فوكس. اذا بزيحه خلينا نقول بهالشكل خلينا نقول بعدنا على الاف 16 كل شيء من المتر لل10 امتار راح يكون ان فوكس. اذا جبنا مثلا الاف 8 كبرنا الابرتشر المسافه اللي بتكون ان فوكس بتصغر. هاي الاف 8 خلينا نقول هنحط الاف 16 تحت هاي الاف 8 الاف 8 تجي بين ال8 وال8 سو مثل ما لاحظتوا المسافة الانفوكس صغرت. خلينا نقول هون حطيت انا على 2 من المترين للسبع امتار رح يكون انفوكس بينما لو انا على الاف 16 رح يكون بالمتر للعشر امتار انفوكس. اذا انا بجي بحط الانفينيت هون على ال على 8 رح يكون عندي من 7 امتار تقريبا للانفينيت. واذا رحت اكستريم وانا ما بشجع عاده اذا عم تصور زون فوكس تنزل تحت 8 امتار لانه الدازم ما بقى موضوع كتير مفيد. يعني لانه رح فرجيكم ليه. اذا شلت الاف 8 وحطيتها على جنب حطيت خلينا نقول اف 4 الاف 2 ما عذبت حالي عملها بتشوفوا قد ايه المسافه الانفوكس صارت صغيره كتير. يعني هي بالحقيقة اصغر من هيك هيدي بس illustration. يعني اذا حطيت انا الفوكس تبعولي في يكون على الاف 4 بين المتر ومترين متر واحد هي بالحقيقة حتى اقل من هيك. يعني اذا بتشوفوا بالحقيقة على الاكتشوال لاندسكيب بيكون الموضوع اذا انا حاطت اف 4 رح انزل على 1 متر يعني نمبر 1 رح حطه على الرقم 4 على الاف 4 بتطلع هون هون انا حاطتها مثل just for illustration purpose. بالحقيقه الاف 4 هيدا الواحد هو المتر وهون متر و20 يعني بالمبدا على الاف 4 واصله لهون اللي هي تقريبا 10 سنتيمتر يعني هالقد اونلي مش متر للمترين من هون لهون يعني 10 سنتيمتر بس رح يكون in focus. So انتو هيدا just for illustration purpose تتشوفوا كيف بيشتغل السيستم. بس انتو بالحقيقة رح تروحوا على كل لانس تبعكم وبكل بساطة بتحطوا هيك. يعني اذا انا بحط
حط الانفينيت تبعولي اهين طريقة هو تبلش بالانفينيت. الانفينيت بتحطها على الاف 22 بتطلع هالميل اف 22 شو عندي متر ونص. سو كل شيء بين متر ونص وانفيني صار انفوكس على الاف 22. اذا بنزل الانفينيت بنزلها على الاف 16. سو من الانفينيت الاف 16 لا هون الاف 16 تاني ميل مترين. سو مترين للانفيني بتصير على الاف 16 انفوكس. اذا بتنزل الانفيني من هون على الاف 11 بتطلع وين الاف 11 هون شو عندي فوقها تقريبا 3 امتار الا. سو من 3 امتار للانفيني هيك بتشوفوها بتفحصوها. رح انزل فور بس للتجربة رح انزل الانفينيت على الفور بتطلع تاني ميل على الفور عندي تقريبا اذا بحطها على الانفيني على الفور عندي تقريبا من ال 8 امتار للانفينيت. يعني كل شيء من 8 امتار للانفينيت رح يكون فوكس. عادة انا استعمالي لقلب بيكون بحط F16 or F11 وبحط الانفينيت على هيدا الرقم بيطلع لي رينج مقبول نوعا ما لستريت فوتوغرافي. يعني بحط بالمبدأ نعتبر هيك شيء رح نرجع شيل هول بعتبر هيك شيء خلينا نقول على الاف 16 بيكون عندي من الانفينيت ل 3 امتار او مترين. سو بطبيعة الحال وقت اروح صور انا ستريت فوتوغرافي على الطريق بعمل حساب انه السبجكت بدي صوره يكون مش اقرب من مترين لالي واكيد رح يكون انفوكس ومش مضطر بقى اعمل فوكسين. هيدا كان الزون فوكس. جربت انا اشرح لكم اياه باصبط طريقه ممكنه تو فيجوالايز ات تقدروا تفهموا السيستم كيف بيمشي وكل واحد فيه يطلع باللانس اللي عنده اياها ويطبقها حسب اللانس الموجوده والارقام اللي بتعطيه. ان شاء الله كان مفيد. خلينا نرجع على اذر فيو ومنكفي حديثنا. ومثل ما شفتوا الموضوع ابسط مما واحد بيتخيله. بسيط كتير. كل شيء بحاجه تعمله انه انت ورايح عارف حالك باي انفايرمنت تعرف حالك انت شو الاضاءه الموجوده وتحط السيت اب تبعولك وبتمشي وبكل بساطه يوكوك ذا شاتر يو فريم بتصور. فيك تصور حتى بايد وحده لانه مش مضطر اذا فيك تعملها. يعني بس بدك تعمل فريمينج وبتاخذ صوره تعمل فريمينج بتاخذ صوره وكل شيء رح يكون ان فوكس. نقطة أخيرة بدي أحكي عنها كمان لأنه في كتير بيقولوا أنه لهالنوع الفوتوغرافي أكترية العالم بيستعملوا رينج فايندر كاميرا تيصوروا إن زون فوكس. بس أنا اللي عم بقوله أنه هذا الشيء بيتطبق كمان على الأسلار مش إشكال لأنه الأسلار كمان عندهم نفس السيستم فيك تشوفه تحت. الفرق بين الأسلار والرينج فايندر أنه رينج فايندر عم تطلع من فيو من هون مش من اللنس. سو whatever effect اللنس بتعمله يعني اذا انت حاطت f1.4 اللنس رح تكون شايفه سكشن بلوري وسكشن لا وممكن تضيعك مثل ما بتشوف بالاسلار. هون عم تطلع من الفيو تبعولك سو ما في شيء بيتغير عليك. انت بتكون عارف انه انا حاطت خليني اقول بين المتر ونص او مترين لا الانفيني كله انفينيت كله ان فوكس وبتطلع من ويندو واضحه ما بدك كتير تشغل بالك. بينما هون بعد المشكله انه اذا حاطت انت اف 1.4 اف 8 اور whatever رح تقدر تشوف السكشن اللي هي ان بلو اوت اوف فوكس وان فوكس سو ممكن تشوش شوي بكل بساطه. بس انت بس يو هاف تو تراست ات شوي تامن انه لا خيي مزبوط كل شيء من مترين للانفينيت رح يكون ان فوكس وفيها فيل ما فيها فيل وتصور بكل بساطة. هيك ان شاء الله هيدا كان مفيد ويهينكم حياتكم خاصة اذا انتو بتحبوا تصوروا ستريت فوتوغرافي. هيدا الشيء كتير مفيد وكتير هين. يعني انت وماشي على الطريق ببقى بحاجة لا تفكر بالستاب وتعمل فوكس وقصص عم تتحرك. يعني استعمالاتي انا لقلها بكون ماشي مثلا شي محل وبشوف interesting subject بدي صوره so بكون حاطت السيتاب تبعولي ومعير له let's say خلينا نقول على المتر متر ونص و onward
سو بنطر بكل بساطة أول ما يوصل على متر ونص بكل بساطة باخذ صورة وبنزل لابو أو فوكس عليه هو عم يمشي. I know that I will get him right. هذا كان كل شيء لليوم، إن شاء الله كان مفيد ويساعدكم. وإذا عندكم أي أسئلة أو استفسارات أو إذا حكيت شيء ما كتير لقيتوه صحيح وعبالكم تنشوني فيه، بليز كتبوا لي بالكومنت وراح جارب قد ما فيه أنا جاوب عليكم قد ما بعرف. هذا كان كل شيء لليوم، بليز تذكروا to like, share and subscribe. It helps a lot. هذا كان كل شيء لليوم، شوفكم المرة الجاية. Cheers.